السلام عليكم. ان شاء الله راح نبلش هسه بشرح المومنت ايكويشن. المومنت ايكويشن هي معادله سهله، هي بتحكي لي عن الفورس. الماده هاي كلها اول ما تشوف عندك فورس هو سائل متدفق فلو مدخول او جت او فوتر، مباشره اعرف انه راح تطبق المومنتم ايكويشن، لانه بكل بساطه بالمادة كلها ما عندي فورس غير الهيدروستاتيك فورس. الفورس اللي انا اخذها في هذا الشابتر هي المومنتم ايكويشن. المومنتم ايكويشن ايش هي؟ بكل بساطة بحكي لي هي عبارة عن الماس فلو ريت الام دوت بالفيلوسيتي، تمام؟ هذا ايش بشكل عام؟ مومنتم شو الام دوت؟ رو كيو في. شو الكيو؟ رو A في V في، يعني رو A في V تربيع. بالامتحان ممكن تستعمل هذا مباشرة، ممكن هذا، تمام؟ تمام. المومنتم إيكويشن، هي مجموع القوى بشكل عام تساوي M dot out E out المي اللي خرجت أو السائل اللي خرج ناقص M dot N E. تمام، انتبه، انت عندك الفورس ممكن تكون في اتجاه X في اتجاه Y ممكن تكون مائلة. ببساطة لما أحل راح أحل مجموع F X وأخذ التدفق على X، مجموع F Y وأخذ التدفق على Y، تمام؟ أقول تمام. تعمل على الإكس وعلى الواي. أول شغلة بتعرفها، يمين موجب، فوق موجب، يسار سالب، تحت سالب. معادلة المومنتم بالعادة ما بحب أكتبها بالشكل اللي كتبته، بكتبها في العادة في هذا الشكل، اللي هو عبارة عن M dot N E N زائد مجموع الاف يساوي ام دوت اوت اي اوت. تقول لي ليش؟ ببساطة لما انت تكون هناك ويكون في سالب راح تصير تتخربط بين السالب والسالب، تمام؟ فانه يقول لك لا خليها هيك، فهيك ساعتها الموجب موجب والسالب سالب، ريح حالك. خلينا نشوف كيف. هاي معادلة الزخم، هاي الام ان ام ام اوت، تمام؟ بحكي لي هون بكل بساطة انا عندي جسم مائل، المي دخلت في هذا الشكل، تمام؟ زاوية ثيتا 1، تمام؟ زاوية ثيتا 1 طلعت سرعة 2 في زاوية ثيتا 2. بس شو اللي بصير عندي؟ بصير عندي كالتالي، بطبق هسه معادلة المومنتم، بطبق على الإكس لحال والواي لحال، تمام؟ مجموع أو بحكي إكس كومبوننت كالتالي. يلا عندي دخل باتجاه الإكس إشي، والله هي مائلة محور إكس، يا دخلت لليمين، يعني يمين موجب، بحكي دوت إن في إن إيش؟ بسرعة بشكل عام أنا بديها على الإكس، فشو بعمل؟ بضرب في كوساين الثيتا زائد مجموع في الإكس. بخصوص مجموع في الإكس هاي بناخذها كمان شوي، مجموع في الإكس خليها مجموع في الإكس مبدئيا يساوي إيش؟ out v out. إيش الزاوية؟ كيف أنا عندي طلع؟ طلع عندي لفوق، وإيش بأخذ أنا؟ ساين فوق ولليمين، ايش باخذ؟ كوساين ثيتا 2، تمام. بخصوص الواي نفس الطريقة، اثنين راح يطلع هذا لفوق وهذا يطلع لفوق، نفس المعادلة بس بتصير ساين مجموع اف واي ساين ام دوت ام دوت، والامور كلها تمام. فبالتالي هاي القانون ام دوت، انا هون حاط سالب راح بعدين مع الخربطة الأفضل إنها تقولها في الثاني مشان ما تتخربط في الإشارات.
إذا طلب منك القوة المحصلة من أيام نستدعيك القوة المحصلة مجموعة في إكس تربيع مجموعة في واي تربيع، وإذا بدك الثيتا المحصلة مجموعة في واي على مجموعة في إكس. مين موجب؟ فوق موجب. بدك تعرف إشي كثير مهم، إن القوة تتجه تجاه السرعة. راح يكون عندي ثلاث مركبات للقوة إكس واي وزد، إحنا ما عندنا زد. الأولى قوة الرياكشن عند أي سطح في المائع، دائما مجرد ما السائل لمس السطح عندي قوة رياكشن، رياكشن عكسه. في يعني لو أنا عندي صفيحة زي عندي مي بيت زي هيك، هاي ووتر ووتر، لأن في عندي قوة رياكشن زي هيك. ايش رياكشن؟ افرضها الثانية في عندي قوة وزن للمائع نسميها F، قوة وزن للمائع في حال احتجتها. الثالثة قوة ضغط خارج الكنترول فوليوم. كيف يعني لو أنا كنت كنترول فوليوم شو هو اللي حكينا عنه؟ خمسة. بحكي لك أنا عندي مثلا زي هيك أنبوب، حكيت لك هذا الأنبوب بيتعرض لضغط من هون، في عنده ضغط ابتدائي 1، عندي بخارج ضغط B2. تمام؟ قولي تمام. شو بعمل؟ أنا بحط حدود خيالية، الإيماجينري باوندري. قوة ضغط، كيف يعني قوة ضغط؟ ضغط يعني تضغط الباوندري، فبتضغط من هون وبتضغطها من هون. شو قوة الضغط؟ قوة الضغط فاكتور ثلاثة، الفورس يساوي B في A، نفس الإشي B في A. فبالتالي لو أنا بحل، إذا جاب لي سيرة الضغط، جاب سيرة الضغط، فأنا بطبق بزيد هون بي في اي، ما جاب اللي سيرة الضغط فالبي في اي تساوي زيرو. تمام؟ راح تقولي تمام. وكذلك بالوزن، نيجي لهذا المثال. بقول لك هذا المثال، بالون بيكتشرد أباف إز هيلد ستيشنري. أول شيء كلمة ستيشنري يعني ساكن، يعني بي 1 تساوي صفر، سرعة ابتدائية باي ذا فورس. Pressure inside the balloon is 0.4 meter H2O. شو هذا؟ صوت اللي بحضر 0.4 meter H2O. نرجع لشابتر 3، كنا يعطينا بحضر دلتها، شو نحكي؟ جاما في H، كم الجاما لل H2O؟ 3810. كم ال H 4 جاما في H؟ تمام. نزل ديميتر 1 سنتي، نزل هذا ديميتر 1 سنتي بقسمه 100، كثافة الهواء 1.2. يحكي لك أوجد الإكزيت فيلوسيتي، وجود الفورس. تمام. بحط لك هون ملاحظة عشان كيف تبلش بحياتك. دائما بتبلش عندك سرعة مثلا مجهولة، ممكن تجيبها من برنولي إذا احتجت، وإذا بدك فورس تجيبها من المومنتم. فبالتالي الناس بتطبق معادلة برنولي بين النقطة 1 والخزان جوا البالون، النقطة 2 عند النزل. في واحد أعطاني إياها، في واحد حكى لي ستيشنري صفر، زد ما نفس المستوى، الزد صفر. طيب بيتو مفتوح للهواء جوا صفر، بيتو بياها. تمام؟ بطبق معادلة على جاما زائد زد 1 زائد في 1 تربيع 2 جي، بطبق على جاما زائد زد 2 زائد في 2 تربيع 2 جي. فهيك شو بعمل؟ بطلع السرعة. حكى لي اوجد المومنتم، اوجد الفورس. ايش بعمل؟ هون ما عنديش القوة غير على الاكس، بحكي انا المومنتم على الاكس. ام ان في ان، في شيء داخل البالون، يعني في شيء داخل بالبالون؟ لا، يعني الوضع اللي الوضع الابتدائي في شيء داخل. راح تقول لي لا، معناته ام دوت ان في ان تساوي صفر. تمام؟ يعني بحكي صفر زائد مجموع الاف، مجموع الاف شو عندنا قوه هون؟ عندي بس قوه الرياكشن. مثلا انا ايش فارض هالكتاب هون؟ فارض اليسار، فبحكي عنها سالب اف. في قوه وزن جاب لي سيره وزن، تقول لي لا، سيره الضغط، قال لك لا. شو هذا يساوي؟ ايش ام دوت اوت في اوت؟ كم الام دوت اوت؟ رو في A في V، رو في A إيش؟ I على 4 متر تربيع، هي 1 على 100 O1 يعني. طب إيش؟ رو في A في V في V، هي V تربيع. V تربيع من وين جبت هاي؟ من برنولي. فهيك أنا بجيب الأف، لاحظ الأف طلعت سالبة، يعني سالبة يعني عكس، ما طلعت سالبة. لما خرج، خرج لأي اتجاه؟ خرج لليسار، فبالتالي سالب. سالب من هون، سالب من هون بتروح، الجواب طلع موجب. يعني موجب، موجب يعني مثل فرضي، فرضت لليسار فالجواب لليسار. تمام؟ الجواب باليسار شو يعني؟ سالب واي هات. شو بتخبر؟ بقول لك تمام، ركز شوي. أنا هسه عادة
سيطرت القوة اللي بدي أجدها زي ما بدي. نعم، إذا فرضتها لليمين تعوض بالقانون موجب، وإذا فرضتها لليسار تعوض بالقانون سالب. إذا طلع الجواب النهائي موجب، يعني فرضي صحيح. إذا طلع الجواب سالب يكون الفرض خاطئ وأعكس الاتجاه. الآن آخر إشي، أعكس الاتجاه، أو إذا احتجت أعكس الاتجاه يعني الجواب النهائي إذا طلع لليمين يكون الجواب I، يعني الجواب جنبه إشارة I أو رايت يعني يمين. الجواب النهائي لليسار بتعوض بتكتب سالب I، فوق موجب J، تحت سالب J. تمام، هذا الإشي تمام، ركز عليه كثير. عم نشوف الحل. أول إشي قمنا الضغط، أيوب 4×6=310، قام الهواء، ثم يعطيني كثافة الهواء، فأنا لازم أطبق بقانون برنولي جاما 9.81. السرعة 0، الضغط عند النقطة 2.0 لأنه فتحة، السرعة عند 2. بطبق معادلة المومنتم مجموعة في الإكس، هون إيش؟ سالب لأنه أنا فرضت لليسار، إن هون حاط سالب لأنه السرعة خرجت لليسار، سالب مع سالب طارت، طلعت مع القوة ب1.61. خلي الأمثلة هاي إن شاء الله لقدام، يعطيكم العافية. الأمثلة طبعا ما ضل في شيء فعليا، نطبق كل أفكارنا في السلافة، ما في أي شيء جديد. تمام، إن شاء الله المرات الجاية من هالأمثلة، يعطيكم العافية.